أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، أحييكم من جديد من القدس. حراك الثقافة من أجل التغيير سيأتي عن طريق الشعر، الموسيقى والمسرح. هذا كان ما يؤمن به، وهذه كانت من آخر كلمات المخرج والممثل جوليانو ميرخميس. موته كان بمثابة صدمة هزت الجميع. ميرخميس الذي سعى من خلال الفن إلى خدمة الثقافة في الأراضي الفلسطينية ومساعدة أطفال مخيم جنين على إسماع صوتهم، وأسس لذلك مسرح الحرية. تصدر العناوين الرئيسية في الصحف الفلسطينية والإسرائيلية على السواء إثر اغتياله أمام المسرح الذي حلم أن يكون منصة للتعبير عن الحرية والعدالة الاجتماعية. عن مسيرته ونهايتها كنت قد أعددت لكم التقرير التالي لنتابع. اللي منقوله موجود على المنصة، إحنا اللي منعمله مصور بكاميرا. يعني إذا حدا بده يتهمنا إنه التهمة تكون إن إحنا مش وطنيين أو منخرب، وين الإثبات؟ كله منشور، كله على الفيترينا. هنا تحديدا في هذا المكان الذي عنا له أكثر من أي مكان آخر، لقي جوليانو ميرخميس موته في مخيم اللاجئين في جنين من قبل رجال ملثمين، لتكون هذه نهاية غير متوقعة لفنان غير عادي أبدا. نحن نستنكر هذا العمل، ونعتقد أننا جازمين في البحث والتحري من أجل إلقاء القبض على الجاني أيا كان وتقديمه للعدالة والقضاء. جوليانو ميرخميس يبلغ من العمر 53 عاماً، ابن لأب عربي وأم يهودية، لم يخف ولم يتردد في المواجهة والتعبير عن رأيه في كل مكان تواجد فيه. عاش ميرخميس في عالم مليء بالتناقضات، فكان من العرب من اعتبره يهودياً، ومن اليهود من اعتبره عربياً، وعلى المحاولة بجسر الهوة بين الاثنين دفع على ما يبدو بحياته ثمناً. يهودي لأنه أمي يهودية، يعني بدي أستنكر لتاريخي، لأمي، لعيلتها اللي انحركت في ألمانيا 43. أبوي فلسطيني، عربي مناضل، هذا جزء مني. أنا لا بستحي في تاريخي ولا في هويتي، واللي مش عاجبه يروح يشرب المي بغزة زي ما أبو عمار كان يحكي. أسباب القتل وهوية الجاني لا تزال غير معروفة، لم يتم استبعاد أن تكون الدوافع جنائية، لكن هناك من يرجح أن تكون عناصر إسلامية متشددة تعتبره يهودياً معارضاً للمقاومة وراء هذا الاغتيال، خاصة وأن مسرح الحرية الذي أسسه لأطفال مخيم جنين تعرض لتهديدات وتم إحراقه في السابق. حينها خص جوليانو زميلتي روان قحاز هذا اللقاء. هذا البيان اللي طلع ضدي بالمخيم، إنه أنا يهودي جاي أخرب الثقافة الفلسطينية وجاي أضعف النضال المسلح أو المقاومة، واستعملوا المصطلح يهودي، واستعمال مصطلح يهودي أو إسلامي أو مسيحي هو استعمال عنصري. أنت بتتعامل مع سياسة الإنسان مش مع هويته. ومن جهة أخرى هناك من يرى أنه قد يكون ضحية لإسرائيلي متشدد يريد الانتقام من جوليانو لمواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني. جواز سفري إسرائيلي ومفروض علي جواز السفر. أنا رافض إسرائيل كنظام. أنا مش رافض الشعب الإسرائيلي. لم يرى جوليانو أن النشاط السياسي منفصل عن الفني، وكانت أعماله المسرحية والسينمائية تتميز بالجرأة في الطرح، وقد حققت نجاحات كبيرة وليس أقل من ذلك انتقادات لاذعة، خاصة على فيلم أبناء أرنا الذي اعتبر مشروعا مفصليا في حياته المهنية. بنينا مسرح مع بعض، المسرح في 2002 بالاجتياح الكبير بانتفاضة الأقصى اتدمر. الفرقة اللي كنت أدربها الممثلين استشهدوا، واحد في عملية بالخضيرة في إسرائيل، الباقي بالمخيم. وعملت فيلم اللي اسمه أولاد أرنا، والفيلم رجعني على المخيم ورجعت أبني المشروع من جديد، أنا
جاني وعدنان أصدقاء من المخيم من برا، وهي أنا موجودين هون. كانت هذه نهاية تراجيدية لفنان ثوري ورجل شجاع تجاهل كل التهديدات التي تعرض لها في سبيل تحقيق حلمه وبناء مسرح الحرية، لينهض بقيم الحياة والعدالة الإنسانية والحرية التي آمن بها وقدسها حتى الموت. نشير بأن جوليانو مير خميس ترك زوجة وطفلين وزوجته حامل بتوأم، الله يرحمه ويصبر أهله. بدون شك أن المشهد الثقافي الفلسطيني خسر ظاهرة فريدة تجسدت فيها كل عوامل الإثارة والتناقض الدالة على حجم التعقيدات في هذه المنطقة.